السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. هلا والله. يا مرحب ومسهلا سنابيون. الله يجمعنا لكم في الجنة. عزيزي الموظف الله يرحم والدينك. أنت يعني توك جاي من إجازة وهذا الأسبوع أول أسبوع دوام. ما بتنفس لي على المراجعين وتتهايل وترفع صوتك عنه. والله يا إخواني كنت في مراجعة في أحد دوائر حكومية. يعني والله يا إخواني قسم بالله شفت واحد كأنه داوم كيس أبوه. كأنه شركة شركة أبوه. هذا صراحة كثير ما نشوف الدوائر الحكومية بالأخص عندنا مراجعات كل مراجعة نشوف هذه إيش هذه المشكلة تلقى يقعد لي ساعة عشان يخ وساعة يسولف مع خويه ولا بعد سبحان الله تلقى تخيل يعني شباك جالس مع خويه يسولف معه والمراجعين عنده كانهم غنم تركهم يسولف مع خويه والله المشكلة إنك أنت المراجع ما تقدر تتكلم عليه لأنك أنت عندك مصلحة عندك أوراق يمكن يرجعك يمكن يعقدك يمكن يستقعد لك والله العظيم إنها انا اقول يا موظف اللي يتابع الموظفين والله يعني اللي مكانته مواجهة الجمهور يا اخي يتق الله عز وجل يؤدي واجب عمله كأكل اكمل ترى يا اخي المراجع المساكين لا جايك من اخر الدنيا ويتعب وحالته حاله وراه دوائر ثانيه راجع لها وانت بس قاعد تسولف التكتك والطقطق ولا بعضهم ما شاء الله عليه ما يجيه الدين الا في الدوام ما شاء الله يصلي يقعد لي ساعه يقول انا اصلي ابن الذين ساعه تصلي كان يصلي ساعة الله يكتب أجره ما تلقى تلقى إيش يسوي يسولف برا يدخن ويطقطق وسوالف ثم إذا جاء الصلاة والله ما قاعد معي دقيقتين ينقرها نقرها أنا أقول يا إخواني مثل ذولا أقول اتقوا الله عز وجل حللوا رواتبكم ترى والله العظيم راتبك هذا والله ما يجعل الله فيه بركة والله يمحق وعلاقتك مع المراجعين زينها يا أخوي يبتسم بعضهم والله تقول ضب قسما بالله إنك تشوف دائما أعوذ بالله مكشر منفس عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا متبسما مبتسم دائما صلوات ربي وسلامه عليه بعضهم والله العظيم جدار ما يبتسم يا أخي ابتسم أنت ما شاء الله موظف وقدامك مئات الآلاف المراجعين ابتسم يا أخي وزع صدقات يا أخي شبعان أجور أنت عندك حسنات من الجبال كذلك احترام الكبير الشيبان بالأخص كبار السن احترمهم يا أخي وخلصهم الله واحد بعضهم ما يجي طول يدك تلقاه يزمر وينفخ ينفخ ويزمر على المراجعين ويرعن ما طلع اللمس فعليش على الكلمة هذه والله صغير يعني تو متخرج سوالي فوق راسي مدي يقول يا أخي خاف الله عز وجل يا أخي احترم الكبير والله عيب 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 تعرف عيب عيب يا أخي احترم اللي قدامك يعني. هذا اللي يمد لسانه عند المراجعين ويستضعفهم ويستنقصهم والله يوم بطيح واحد يكفخك يخليك عبرة من الله والله أني صادق يا أخي قسمهم بالله والصغير ما يجي طول ذراعك ويروح ينفخ صوت على المراجعين يحسب لهم موظفين عنده ولا شغالين عنده يقول عزيز الموظف الله يرضى عليك الله يرحم والديك الله يبارك فيك حسن اخلاقك وأد عملك يا اخي كما الله عجل امرك فيه يا اخي أد عملك واتقن اترك الكذب والتصريفات والله يا اخواني كنت في احد البنوك امس قسما بالله شيء والله اني انا انفجرت الا شوي انا صرافتي ضاعت بلعتها الماكينه وجيت عند احد البنوك دائما ما شاء الله عادته يقول السيستم معلق رحت البنك قالوا يا اخواني ما كان في الطويله بقى على رقبي تقريبا 7 و8 واسمع الحارس الامن يقول يا ناس يا شباب ترى السيستم معلق ما في طبع صرافات ما في طبع ايش بطاقات ان قلت خلي يجي رقبي انا اتفاهم معه المهم جاء رقمي اعطيته قلت يا اخي الله يرضى عليك انا صرافتي وفلوسي كلها صراف يا اخي اعطوني صرافتي طبعوا لي انا وش ذنبي يا اخي عيالي اهلي يا اخي بصرف عليهم وصرافتي مكينتكم خربان يعني الضحيه انا الله اكبر انا قلت خلاص وطبعها والله اني اشوف المراجعين جنبي يسال الموظف هو نفسه بجاء اخويا يقول في طبع اسره لا والله السيستم علق والله نحذر الامر من الاداره تدوب هو قدامي طابع واحد يمكن 4 أو 5 مراجعين جو والله منهم كبار سن ها والله كلهم صرفهم قال لهم والله السيستم علق الطابع خربانه والله شغاله انا بعرف ليش متكاسل هالانتر هذا اللي يسويه يطبع يا اخي والله حرام يا اخي قسما بالله مساكين يجولك من الشموس تعبانين حالتهم يبغون منك شيء يا اخوي ترى ما يبغون مكان تراك موظف تراك ما مجرد امر بس ما عندك شيء طبق الاوامر ما عندك شيء يا اخي هذا جاك يبي رزقه بحلاله يا اخي انا اقول خاف الله عز وجل والله يا اخوان بالاخص الموظفين اللي يعطون تصريفات اللي ما يقبلها لا رجل عاقل ولا شيء والله بعضهم يعطيك مخارج يعطيك ما ادري وين سهلوا على الناس بالنظام طبعا ولا شيء يضر النظام سهلوا على المسلمين فمشوا الناس يا اخي مشوا المسلمين يا اخي خلي الناس ترتاح يا اخي تعقدهم بتعقدهم اخلاقك زفت وتحط حرتك على هالمساكين المراجعين اخلاقك زفت رح يا اخوي اطلع برا وغيب وسوي اللي تبيش دخلنا فيك حمد.